وإلى آل بيت النبوة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نجدد البيعة مع رسول الله الذي أوصانا الله في صلاتنا في كل يوم أن نجدد البيعة له، ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هم هؤلاء الذين نسلم عليهم؟ فقط ملائكة الرحمن، وإنما هو سلام من الله على رسوله وسلام على أهل بيته، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء. وقيل يا رسول الله وكيف هي الصلاة إذن؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وسلم على محمد وآل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في الغابرين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أيها المؤمنون، نحن في هذا الشهر المحرم نجدد البيعة ليس فقط مع الله جل وعلا، وليس فقط مع رسوله، وليس فقط مع أهل بيته، وإنما نجدد البيعة لجميع شعوب العالم بأننا معكم لا مع عدوكم، أننا مع الحسين عليه السلام، ليس لأنه ابن بنت رسول الله، وإنما لأننا مدينون إلى الحسين، مدينون بحريتنا، مدينون بكرامتنا، لأن الحسين عليه السلام ضحى بنفسه من أجل العدالة والحرية والمساواة، ضحى بنفسه إذ قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. نعم، لقد ضحى الحسين بدمه وبأهل بيته من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، من أجل العدالة والمساواة. والحمد لله، بعد 1300 سنة بدأ العالم يسمع نداء الحسين، بدأ العالم يسمع صرخة الحسين، الآن بدأ العالم يسمع عويل يتامى كربلاء حينما استصرخ الحسين ضمائر العالم والأحرار، إذ قال ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من معين يعيننا في الله جل وعلا. الآن هذه الشعوب التي بدأت تتحرر، وما يسمى بالربيع العربي ما هو إلا جوابا لنداء الحسين. الآن أحست الشعوب بأن الحياة مع الظالمين هي برمة، وأن الموت من الحرية هو سعادة، كما قال الحسين عليه السلام إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. نعم أيها الأخوة الكرام، في هذا الشهر يجب أن تنطلق هذه الصرخة من قلوبنا ومن حناجرنا، ولا نكبتها فقط في هذه الجدران السوداء الحزينة، وإنما يجب أن تخرج هذه الكلمات وهذه البيعة إلى كل العالم، لأن الحسين لم يستشهد لأجل العرب ولا لأجل العجم، وإنما استشهد لأجل العالم كله. ما خرجت بطرا ولا أشرا إلا طلبا للإصلاح في أمة جدي رسول الله محمد، صلى على محمد وآل محمد. مو تكتب شعار وترفع القطعة، والنخوة شهامة وتنبع من الذات، مو حظ يا نصيب نشوفه بالقرعة، وأهداف الحسين تنادي بالتطبيق، مو بس باللطم وانسالة الدمعة، رايتنا تريد رسوم من عباس، بس رايتنا تريد رسوم من عباس، تظل بس رايتنا مش مرفوعة، تظل بس رايتنا مرفوعة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما
مخاب يا سيدي والله من تمسك بكم وأمن من لجا إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار ومالية ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سوالي ثانية كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا الشغال يا قائد العراق كما هي ولقد دعوه إلى العنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعية قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لها تلك القلوب الخرايا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك معاك يا تبتل منكم كربلاء وبدم ولا تبتل مني بالدموع الجاية يا رحم الله الشاعر يقول أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية محمد يوم ترك الحسين ديار كان